صباح الخير يا تانيا، النهاردة هناخد آخر جزء في درس العمليات على الدوال. احنا أخدنا ازاي نقدر نعمل جمع وطرح وضرب الدوال، وكمان عملية القسمة مع مراعاة الشروط اللي بتخلي المقام غير معرف أو undefined value. تمام، وأخدنا بعد كده ازاي أقدر أركب الدوال، وازاي اقدر اجيب دومين الدالة الناتجة عن تركيب الدوال. طب دلوقتي بقى هو هنا عاطيني دالتين اوريدي حصل لهم تركيب، يعني هنا قايل لي ايه يا تانية؟ قايل لي كده، قايل لي ان ال h of x equals ال f g of x. يعني انا ركبت ال g على الايه؟ على ال f. عايزني احدد بقى مين من دول الاف ومين من دول الجي. ببساطة شديدة جدا، وخدوا بالكم من اللي فيه جملة قالها ايه، بيقول هنا ايه، بيقول على الا تكون اي منهما دالة محايدة. يعني ما يعني لا، يعني الجي اوف اكس او الاف اوف اكس الاتنين ما بيساويش الايه، يعني لو ما فيش واحدة منهم هتكون اكس معايا كده. طيب يبقى الاكس اسمها دي، هي دي اسمها الدالة الايه، الدالة المحايدة. تمام. تعالوا نشوف بقى هنا اول جزئية عندي. ملاحظين هنا ايه يا تانية؟ ملاحظين كده ال h of x عبارة عن x plus 1 to power 2 minus 3. هتلاحظوا ايه اللي بتكرر عندي اهو، plus 4. يعني ببساطة شديدة جدا اقدر استنتج اللي انا حطيتها دي هتكون الايه؟ ال g of x، هتكون x plus 1، صح كده؟ وبالتالي ال f of x اللي انا حطيت جواها ال g of x، يعني انا هشيل ال x plus 1 وحط مكانها ايه؟ x to power x، صح؟ اهي هشيل دي كمان وحط مكانها ايه؟ x، sorry، صح كده؟ plus 4. انا لما باجي احط ال g جوا ال f بشيل ال x وحط مكانها x plus 1، اشيل الاكس واحط مكانها اكس بلس 1، هترجع للداله اللي هو عطاها لي. يبقى معناها استنتج انه الاف اوف اكس هتبقى عباره عن اكس سكوير، عباره عن ايه ثانيه؟ عباره عن اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 4، والجي اوف اكس هتكون اكس بلس 1. تمام كده؟ تمام. نيجي للجزئيه الثانيه، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انا عندي هنا ال h of x equal root، حطوا لي كده، ثواني حطها بالشكل ده، x to power 3 plus 1. هعمل ايه يا جماعه؟ شايفين اللي انا حطاهم جوه، اللي انا حطيتها تحت الجذر ال x دي، هي دي هتكون ال g ببساطة شديدة جدا. وبالتالي ان ال f of x هتبقى root ال x. معايا كده؟ اوكي. بيقول لي هنا ايه في السؤال ده؟ بيقول لي يعلن متجر الثوب الانيق عن حسومات عن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسمح المتجر لعملائه بالإفادة من الخصومات المتعددة، من الخصومات المتعددة، ليس عليهم سوى إخبار أمين الصندوق بالترتيب الذي يرغبون به. أول حاجة عندي خصم 5 قطر ريال، وعندي خصم 10% من الثمن في زيارتك القادمة للمتجر، ما ترتيب الخصومات الذي ينبغي لك أن تطلبه؟ مبدئيا كده أول حاجة هفرض إن إكس هي قيمة المشتريات، يعني انت هتشيلي، انت الخصم الاولاني هتشيلي منه ايه؟ 5. يعني الحالة الاولانية بعد ما اشتري هيتخصم لي 5 ريال. طيب الحالة التانية بقولك خصم 10% من الثمن، يعني الجي اوف اكس عبارة عن ايه تانية؟ عبارة عن الاكس هتشيلي منها ايه؟ 10% اكس. وخدوا بالكم اللي انا هعمله هنا ده، دي عبارة عن x minus ال 10% دي بالنسبة لي 0.1x،
يعني اوصل ان ال g of x هتساوي 0.9x. يبقى انا كده جبت ال g of x وجبت ال f of x. طب بيقولي ما الترتيب؟ يعني عايزني تخصم لي الاول الخمسة وبعدين العشرة في المية، ولا العشرة في المية بعدين الخمسة؟ هنطبق الحالتين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انتي طلبتي انه يتخصم لي الاول الخصم الاول بعدين الخصم الثاني، يعني معناها هتعملي ايه؟ خليك تمركب بالترتيب اللي عكس باليسار لليمين لما نيجي نعمل على طول. يعني انا معناها عايزه اعمل الخصم الاول ثم الخصم الايه الثاني. الخصم الاولاني عندي عباره عن ايه؟ ال f of x. الخصم الثاني ال g of x. هتعملي الاولاني بعدين الثاني، الاولاني بعدين الايه الثاني، يعني معناها g و f اهو الاول بعدين الثاني. اوكي، يعني g x minus 5 صح. انا هشيل الاكس، يبقى هنا 0.9، هشيل الاكس وحط مكانها ايه x minus 5، هيديني 0.9x minus 4.5. يبقى انا ده لو طبقت الخصم الاولاني بعدين الخصم الايه التاني. طب حالة عملت العكس، يعني عملت الخصم التاني بعدين الخصم الاول، يعني معناها ال f g of x يبقى مين الاولاني؟ اهو التاني الاولاني بعدين الاول، تمام. هيبقى ال f ال g of x عندي بكام؟ 0.9x هتساوي 0.9x minus ال 5. مش ملاحظين هنا حاجة؟ مين افيد لي؟ او مين الترتيب اللي هيكون، مين الترتيب اللي هيكون افضل؟ هلاقي ان الخصم ده، يعني معناها ان 0.9 minus 4.5 هنا في x، يبقى هنا هستنتج في الاخر يا جماعه انه الترتيب الثاني، الترتيب الثاني هو الأفضل. معايا كده؟ أوكي. تعال نشوف هنا في التمارين. هنا بيقول لي أوجد الـ f of x والـ g of x بحيث يمكن وصف الدالة في الصورة بشرط ألا تكون أي منهما الدالة المحايدة. خلاص عرفنا مقصود بالدالة المحايدة إن مش عايزها تكون إيه؟ تكون x. طيب تعالوا نطبق الكلام ده. اهو معايا تانية اهي مسألة 26. انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا روت الواي ايكوالز اكس سكوير ماينس 5 اكس. دي بالنسبة لي عبارة عن ايه؟ الواي دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه تانية؟ بتساوي الاف جي اوف اكس. يعني انت حطيت الجي جوه الايه؟ جوه الاف. طب اوصل لايه هنا؟ اوصل انه هتبقى مين الاف ومين الجي؟ هيا يا جماعه هنوصل مين الاف ومين الجي. هلاقي اهي ان الجي اوف اكس هتساوي اكس سكوير ماينس 5 اكس، ولما اشيلها المفروض ان هحط مكانها ايه؟ اكس. ما انا بحط ده جوه ده، يعني بشيل ده واحطه مكان الاكس ده، تمام كده؟ تمام. تعال نشوف 27 بقى هيمشي الوضع فيها ازاي. اهو نمبر 27. اوكي 27 بيقول لي ان الواي اللي هي الاف
دي اوف اكس هو اوريدي عاطيني الشرط ده equals x power 3 plus 1 power 2. اللي بين القوسين دايما هو اللي هيكون الايه الجي، يعني ان الجي اوف اكس مباشرة هتساوي ايه x power 3 plus 1. ولما رجعها لاصلها يعني لما اشيل دي كلها المفروض كان مكانها ايه؟ المفروض كان مكانها اكس، فهتكون اكس باور ايه 2 اهو، حطي ده جوه ده هترجع الداله لاصلها. تمام، يعني معناها استنتج انه اهو ان الاف اوف اكس هتكون اكس سكوير، والجي اوف اكس هتكون اكس باور 3 بلس 1. اوكي يا تانية؟ اوكي كده خلصنا درس العمليات على الدوال. هيكون عندكم هوم وورك كده بسيط هتروحوا تحلوه ان شاء الله. اوكي.